أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه المتابعة الخاصة من الرافدين، نناقش فيها مسألة القصف الذي تعرض له المدنيون في مصيف بقضاء زاخو في محافظة دهوك بشمالي العراق، ومن يقف وراء هذا الإجرام، من يوظفه لمصالحه السياسية. وسنناقش أيضا مشاهدينا الكرام تداعيات ذلك في العراق وحتى في خارج العراق، وما تلا ذلك أيضا من ردود أفعال متعلقة بهذا الخصوص. سيكون معنا، نرحب بدءا في ضيفنا بالأستاذ الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أولو. مرحبا بك يا أستاذ. مساء الخير، تحياتي لكم أستاذ المشاهدين. حياكم الله، مساء الخير. نرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، الصحفي الباحث السياسي نوري حمدان. مرحبا بك يا أستاذ نوري معنا. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لك. إذن فاصل مشاهدينا الكرام ونبدأ هذه المتابعة الخاصة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأبدأ منك أستاذ نوري حمدان، يعني ما الذي أودى بالعراق بأن يستهان أو يستخب به عبر قصف أو اعتداء متكرر من دول الجوار المحيطة به؟ هل لو كان في العراق دولة، أو لنقل لو كان نظام قوي داخل العراق، هل كانت ستحدث مثل هذه الخروق أو الانتهاكات المتكررة من أي مكان كانت؟ نعم، شكرا جزيلا لك. وبداية يعني فرصة هذا نقدم تعازينا لضحايا هذا الحادث الإرهابي، وتمنياتنا بالشفاء للمصابين والجرحى في هذا الحادث. الحقيقة يعني تكررت الحوادث عموما في يعني الحدود العراقية بجوانب الأربعة، شرقا غربا. العراق مستباح بكل معنى الكلمة بسبب العملية السياسية والقوى السياسية التي تدير العراق في هذه الفترة. مواقفهم مواقف متشنجة متباعدة، مواقف غير متحدة. لم يملك العراق قرارا حاسما، لا يستطيع العراق الدفاع عن نفسه، لا يستطيع العراق حماية نفسه، لا يستطيع العراق أن ينسج علاقات مع أي دولة من دول العالم وحتى الدول الإقليمية، علاقات متوازنة بسبب الخلافات السياسية، بسبب الخلافات ما بين القوى والأحزاب التي متمكنة من إدارة الدولة، مسيطرة على إدارة الدولة. هذا حقيقة هو السبب الرئيسي بأنه في يعني العراق لا يستطيع أن يصدر أي موقف موحد قابل لحماية حدوده على الأقل في أي جهة من الجهات. فنشهد في فترة وأخرى هذه الحوادث تتكرر على الحدود العراقية، خلافات ما بين الإقليم وخلافات مع الاتحادية، وخلافات الاتحادية مع الإقليم، وخلافات القوى السياسية نفسها في جوانب مختلفة، ورمي التهم على جميع الأطراف بالانتماءات الخارجية. كل ذلك حقيقة جعل من العراق دولة هشة غير قادرة على حماية نفسها، وغير قادرة على اتخاذ القرارات التي ممكن أن يعني تنظم العلاقة الرصينة مع دول الجوار والمتوازنة على مستوى المصالح، على مستوى السيادة العراق. ويعني إذا ردنا نتحدث في شيء قليل عن ما حدث في يوم أمس، وهو الحادث الذي ذهب به أبرياء أطفال وشباب في الجانبين، الجانب التركي كان واضح في بيانه أدانه، واتهم تنظيم البككة المصنف في الإرهاب بارتكاب هذه الجريمة. أما الجانب العراقي جاء بيانه متسرع حقيقة من دون تحقيق، وردود فعل شعبوية أدلى بها سياسيون من تصريحات، بالتالي تسببت بتأجيج الشارع واستغلال عواطفهم اتجاه الضحايا التي أو الذين وقعوا بهذا الاعتداء. نعم.
طيب من هنا أستاذ يوسف أجدد الترحيب بك مرة أخرى. هل تعتقد أن هذا الهجوم جاء في توقيت فلنصفه بالمشبوه ربما بعد التسريبات الصوتية؟ بالتأكيد قلت طلعت على التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي وما سببته من حرج كبير لشركاء العملية السياسية، ثم من الممكن أن تكون هذه ردة الفعل الآتية من الميليشيات في مهاجمة المصالح التركية لخلط الأوراق أو لإشغال الرأي العام في العراق عن هذا الموضوع المهم؟ يا سيدي، طبعا لابد أن نقول بداية أن نترحم على أرواح الأبرياء ونعزي أهاليهم ونعزي الشعب العراقي وكل الشرفاء في العراق بما حصل من هجمات إرهابية ترفضها ليس فقط تركيا، كل من لديه ذرة إنسانية ترفض استهداف الأبرياء والمدنيين بأي قصف وتحت أي حجة أو عبارة. ولكن دعنا نقول كلمة، ليس فقط التوقيت، ربما الترتيب والتوقيت والتصريحات وما بعد التصريحات كل هذا له دلالات. هذا الأمر دبر بليل، هذا الأمر ليس أمر عشوائي، والقاعدة تقول إذا أردت أن تعرف من هو الفاعل فانظر من هو المستفيد. فمن هو المستفيد؟ هناك كثر يريد أن يستفيدوا من هذه الفوضى وضرب العلاقات العراقية التركية واتهام تركيا بهكذا جريمة يندى لها الجبين لا يقوم بها إلا الإرهابيون. تركيا لا تستهدف يا أخي المدنيين، تركيا هي تستهدف فقط المنظمات الإرهابية، والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني البيكاكا هي منظمة إرهابية دولية باعتراف الأمم المتحدة وباعتراف الحكومة العراقية وباعتراف العالم كله وباعتراف تركيا. إذا نبحث عن المستفيد، من برأيك يعني مثلا؟ المستفيدون كثر يا سيدي، على رأسهم مثلاً؟ على رأسهم كل من يحارب الإرهاب، كل من تحاربه تركيا هم المستفيدون، وهي البيكاكا. المستفيدون الدول الإقليمية وعلى رأسها الدول التي لا تريد أن يكون هناك محارب الإرهاب، إيران، هنالك أمريكا، هنالك من لديه مطامع في المنطقة. إذن الكل، كل من هو يحاول أن يشيطن تركيا هو يستفيد بهذه العملية. وبالتالي إلقاء اللوم، والغريب بأن البيان الحكومي العراقي المتسرع يعني كأنه معد مسبقا، التصريحات التي جاءت من أحد المنسوبين للحكومة السابقة برهم صالح كان متسرع جدا. يخطب على أي أدلة؟ يعني الادعاء، دائما القاعدة تقول إذا كان هنالك اتهام يجب أن يكون هناك بينة وأدلة. أين الأدلة؟ أين الوثائقيات؟ أين الصور؟ أين الفيديوهات؟ أين الأدلة الدامغة؟ الحكومة التركية تقول، وهي قامت بنفي هذه العملية، وهنا المهم جملة يعني وتفصيلا، يعني أين الرد الحكومي الرسمي؟ حتى الآن ليس هناك أي رد حكومي رسمي في العراق على هذا النفي التركي، أو حتى على عرض تركيا عرضت أيضا مساعدة أمنية في التحقيق، لكن لم نسمع أي ردا لا من الخارجية العراقية ولا من أي مسؤول حكومي حتى الآن. وبالتالي كان هنالك الآن عرض واضح رسمي من الحكومة التركية، وأنا أعيد هنا مرة أخرى بأن تركيا تدعو المسؤولين في العراق للتعاون للتحقيق في الأمر وكشف الملابسات ومن هم تورطوا حقيقة في هذه المجزرة. يجب أن يكون هناك تعاون أمني، استخباراتي، معلوماتي، هذه لم يأتي من القمر. والقصف الغريب أن القصف اللي تم هو قصف بمدافع RPG، مدافع يعني عبارة عن يحملها أي منظمة إرهابية تحملها. ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن هناك تواجد البيكاكا في شمال العراق، هناك موجودين في أماكن متعددة. وبالتالي قضية تركيا لا تستخدم هذا الأسلوب يعني في الهجوم، تستخدم دائما طائرات مسيرة مثلا يا سيدي، مهما كانت أي أسلحة تستخدمها أو أي أسلحة تستخدمها لا يمكن أن يكون هنالك إلا بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارات وتجنب المدنيين تماما. وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تقوم بهكذا مجازر، وهذه ليست أول مرة تقوم بها عمليات ضد البيكاكا ولن تكون آخر مرة، ستستمر العمليات حتى استئصالهم من جذورهم. ولكن توجيه اللوم إلى تركيا كان قرار متسرع ولا يخدم الحقيقة. إذن أستاذ نوري، كان القرار متسرعا من الحكومة، ثم أيضا لم نسمع حتى بعد النفي التركي أو عرض المساعدة في التحقيق لم نسمع يعني أي رد رسمي من الحكومة، كيف تفسر ذلك أستاذ نوري؟ نعم، هو الحقيقة أنه أنا بداية يعني القرار رئيس الحكومة بإرسال وفد إلى موقع الحادث،
كان خطوة تبدو باتجاه الصحيح، لأنه كنت أتوقع وكنت أتمنى حقيقة أن هذا الوفد وهو رفيع المستوى يفترض أن عندما يصل إلى موقع الحادث يشرع في التحقيق ويشكل لجان للتحقيق، إن كانت تحقيق بشكل فردي من العراق وهو حق له، أو بالتعاون مع تركيا وهذا إيجابي أيضا. يفترض أنه يفتح التحقيق وتبين الحقائق، ومن ثم تصدر البيانات إن كانت فيها يعني وجود أدلة حول مرتكبي هذا. الجميع اليوم تركيا والعراق والعالم كله لا يمكن أن يقبل مثل ارتكاب مثل هكذا جريمة، ومرتكبي هذه الجريمة يجب أن يقدموا للعدالة، وبالتالي أكو حاجة حقيقية للتعاون، أكو حاجة حقيقية للتعاون. المشكلة بالعراق اليوم لا يمكن للحكومة العراقية أو لا تتمكن الحكومة العراقية من عقد أي اتفاق تعاون مع أي دولة جارة. يعني خير مثال مؤتمر جدة، عندما ذهب العراق ويمثل العراق رئيس الوزراء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الحديث في الشارع اليوم ومن سياسيين، يعني من سياسيين لهم دور وتأثير بالدولة العراقية، يتحدثون باتهامات مباشرة للكاظمي بالخيانة أو التطبيع وما شاكل ذلك. وهذا يدفع أنه الحكومات العراقية من 2003 لحد اليوم هي عاجزة عن إبرام أي اتفاق أمني يصون حقيقة الحدود العراقية مع أي دولة جارة. وجود البككة في المناطق الحدودية العراقية التركية وجود ليس بالجديد، وهو يحق للجانب التركي مطالبة العراق بمنع البككة من استخدام الأراضي العراقية للتهديد الأمن التركي، ولكن العراق غير قادر عن منع البككة. بالتالي لا يمكن له أن يمنع الجانب التركي من الدفاع عن نفسه. هنا من أجل تحقيق سيادة العراق، من أجل تحقيق سيادة العراق يجب على العراق أن يعقد اتفاقات أمنية مع الجانب التركي، ويكون وتكون هنالك عمليات مشتركة حتى تجنب المدنيين والأبرياء ولكن من ارتكاب مثل هكذا حوادث. لكن المعلوم يعني بحسب تصريح الحكومة التركية أن هناك تنسيقا بين حكومة بغداد والحكومة التركية. نعم. بشأن ذلك شوف، هذا حقيقة يعني احنا خلال الفترة السابقة كل ما تقوم القوات الأمنية التركية بعملية تستهدف بها البككة وتصدر بيانات سياسية أو حزبية من في العراق لحول هذا الموضوع أو إدانة تركيا أو تدخل في الأراضي العراقية، الحكومة العراقية لا تتحدث ولا تعلن، الحكومة العراقية لا تمتلك الجرأة عن إعلان أي اتفاق بهذا المجال مع الجانب التركي، وهذا ما يقلق حقيقة. والوضع الأمني العراقي تحديدا مو قبل التركي، يعني مو من مصلحة العراق الحكومة العراقية لم تكن شفافة مع الجانب مع شعبها مع الشعب العراقي، لأنه الجانب التركي صريح وواضح ويتحدث باستمرار عن اتفاق مع الحكومة العراقية، عن إعلام الحكومة العراقية في تنفيذ هذه العملية أو تلك، ولكن الحكومة العراقية مع الأسف لا تمتلك الجرأة من إعلان مثل هكذا يعني اتفاقيات أو تنسيق أمني. وسبب واضح، سبب الانقسام السياسي الموجود في داخل العراق وتأثير بعض القوى السياسية على القرار السياسي والقرار الحكومي والأمني في أداء الحكومة. نعم. إذن يعني يبدو أن هناك تنسيقا أمنيا، يعني هل هذا الأمر واضح أستاذ يوسف؟ يعني أن هناك تنسيقا أمنيا واضحا بين الحكومة التركية وحكومة بغداد بشأن مواجهة حزب العمال الكردستاني، هذا الأمر محسوم؟ واضح تماما بأن هنالك دائما اتصالات مكثفة ودائما لقاءات و هناك النوايا واتفاقات لمحاربة الإرهاب، هذا أمر مفروغ منه، لأنه هناك بعض الجهاد داخل العراق تنفي يا يعني. سيدي لأنها تريد أن تستغل أن تصطف الماء العكر، يعني تريد أن توصف تركيا بأنها دولة معتدية وأنها دولة تغزو ومحتلة أراضي وتختلق السيادة، هذا أمر انتهينا منه. هنالك دائما عمل مشترك وتنسيق مشترك في واحد محاربة الإرهاب. طيب إذا ما كان هنالك PKK، هل الحكومة العراقية
تنفي وجود البيكاكا؟ حكومة الإقليم تنفي؟ طبعا لا، هنالك تواجد لميليشيات مسلحة سواء في قنديل سواء كان في أماكن أخرى، هذا أمر معروف ومفروغ منه. ثانيا نعم هنالك فراغ سياسي وهنالك ضعف حقيقي سياسي في فرض السيطرة والسيادة على كثير من الأراضي العراقية. وفي هذه النقطة أيضا عفوا أستاذ يوسف، هناك بعض الميليشيات داخل العراق لها تعامل مع حزب العمال الكردستاني الإرهابية. نعم، ونسميها بمسمياتها، هنالك دعم من بعض الميليشيات إيرانية وهنالك من هو محسوب على إيران وهو يرى بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، هناك تعاون مشترك بينهما. وبالتالي هنا المشكلة تكمن، بأن تركيا هي الآن عندما تنسق وعندما تحارب يتم شيطنتها ويتم تشويه كل ما تقوم به من عمليات. يقال لك أنها عملية داخل غزو أو عبارة عن خرق للسيادة العراقية، استهداف المدنيين بدون تنسيق مع الحكومة، هذه كلها اتهامات لن تثني تركيا عن عملية العسكرية في محاربة الإرهاب. ولكن أنا أتكلم عما حدث في الأمس، الأمس ما حدث هذا أمر مختلف تماما. الآن الموضوع ينتقل من محاربة الإرهاب إلى أن تركيا دولة تستهدف المدنيين وأن هذه تركيا يجب أن تعاقب. ونركز أن أنت قلت في بدء الكلام أنه هذا مخطط مدبر. نعم، وهنا النقطة، هو له دلالات. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ لماذا هذا الاستهداف بالذات؟ يا سيدي، البيكاكا نفس المخطط قامت به داخل تركيا منذ الثمانينات إلى عام إلى الآن، وهي كانت تستهدف المدنيين من الأكراد في القرى الكردية في جنوب الشرق، لإلقاء التهم على الجيش التركي وإقامة التهم على المؤسسة العسكرية التركية والهم الذي يقصف. هذا السيناريو سيناريو بسيط، سيناريو رخيص، سيناريو مبتذل، استهداف المدنيين. الآن يتم الآن نسخه ولصقه في داخل العراق. فعلى الحكومة العراقية وعلى المسؤولين العراقيين أن يكونوا أن يتعالوا عن هذا الموضوع ويتعاونوا مع الحكومة التركية ويعرفوا من هو العدو الحقيقي الذي يريد أن يضرب العلاقات التركية العراقية، وأن يحاول أن يشكل فتنة. تركيا لا تستهدف المدنيين، تركيا لا تحارب المدنيين، الشعب العراقي هو شعب صديق وروابط تاريخية وروابط الجوار والتاريخ والدين، هذه روابط مقدسة بالنسبة لتركيا، وتركيا لا تعتدي على المدنيين ولا تستهدف الأبرياء، هذا أمر مفروغ منه. مع الأسف يعني تجيش الشارع العراقي بالأمس هذا كان أمر مزعج لتركيا، وتركيا استغربت كيف أن يكون هنالك تصريحات غير مسؤولة من بعض المسؤولين الذين كان يتربص ويريد هذه الفرصة ليعطي أزمة. وهنالك الكثير من القنوات بدأت مباشرة تهاجم تركيا قبل أن يتم التأكد. يعني هذا موضوع خطير يا سيدي، الهدم دائما سهل أما البناء هو صعب. فيجب أن يكون هنالك حكمة وحنكة وتروية، والمسؤولين على قدر مسؤولياتهم. نتكلم عن علاقات دولية بين الدول كتركيا والعراق، وبالتالي يجب عدم الخوض فيما يؤثر في هذه العلاقات. ثانيا يا أخي أنا أستغرب يعني قضية التوقيت له معاني كبيرة. يعني هذه ليست أول مرة تقوم تركيا بعملية ضد البيكاكا في العراق، منذ سنوات وتركيا تقوم بهذه العمليات. لماذا تم التجيش والإعلان لهذه العملية واستهداف الأبرياء بهذا التوقيت؟ لأن هنالك من يريد أن يقول أن تركيا هذه الدولة المعتدية الظالمة الغازية التي تقتل المدنيين يجب معاقبتها، فيتم لابد من ذريعة. فالآن يتم استخدام هذا الموضوع كذريعة. الآن يقول لك تم، لماذا يتم إبلاغ مجلس الأمن العالمي أو الدولي؟ طب ما كان هنالك قصف من قبل إيران للمدن في العراق، الحكومة في العراق ما حد تحرك يا أخي. طيب طب في ميليشيات تقوم بتذبيح وتشبيح ومتحارب في الشعب العراقي، ما حد يتكلم. لماذا الآن نقل هذا الموضوع ما يسمى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ فله دلالات يجب أن نكون على دراية فيها. إذن أستاذ نوري، هذه التساؤلات التي طرحها أستاذ يوسف، يعني أولا أستاذ يوسف قال إنه هذا مخطط مدبر، وحتى يمكن أن نربط يعني قبل أيام قليلة كان هناك يعني خرق من لهجوم داعش على في مطابيجة بمحافظة صلاح الدين، يعني هذه المنطقة
منذ مدة طويلة لم يحصل فيها أي خرق أمني، ثم جاء هذا الهجوم على المصيف أو الاعتداء الغادر على المدنيين. يعني هل هناك نية مبيتة لطرف ما هو المستفيد؟ وأيضا طرح أستاذ يوسف أيضا عدة تساؤلات، لماذا هذه الازدواجية؟ يعني هناك أيضا تجاوزات للميليشيات، جبلة في الكرادة، في سارية، في مدينة الموصل، أيضا حتى الآن لا تزال الجثث موجودة، وأيضا قضية النازحين. لماذا كل هذه الأمور لا تثار إعلاميا لدى الرأي العام؟ وتفضل أستاذ. نعم، حقيقة الحوادث الأمنية في العراق كثيرة، والضحايا من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ العراقيين يوميا يعني أصبحت وكأنها تحصيل حاصل مع الأسف الشديد. العراقيين ضحية للأعمال الإرهابية من جنوب إلى شرق إلى ومن شمال إلى جنوب العراق عفوا، غرب وشرق كذلك. الملفت للنظر لو يعني نشاهد أو نتابع خلال، وقد تكون هو إجابة لما تحدث به ضيفك الكريم، يعني وبداية أريد أقول له تأجيج الشارع العراقي له دلالة واستهداف كما تحدث، لأنه العراقيين ليست أعداء لتركيا، بالعكس بالمطلق، ولا للشعب التركي. العراقيين محبين لتركيا وللشعب التركي، وبدلالة أنه الأيام الماضية مئات العراقيين يقفون طوابير على مكاتب للحصول على فيزا لزيارة تركيا والاستمتاع في أجواءها ومواقعها السياحية. وهذا دليل على أنه العراقيين محبين لهذا البلد الكريم اللي دي يستوعب هذه الأعداد الكبيرة جدا من العراقيين. يعني إذا تفتر في أي مدينة من مدن تركيا تجد العراقيين بكل بساطة. يعني هذا دليل على الاندماج الشعبي ما بين الشعبين، التقارب الثقافي والديني والتقارب الاجتماعي ما موجود ما بين. فما من المستفيد من تأليب الشارع على الجانب على تركيا؟ من المستفيد لمنع هذا التفويج الكبير من المواطنين العراقيين الذين يأتون من جنوب وشرق وغرب العراق إلى زيارة تركيا؟ إذن هنالك أهداف وأجندات، منها سياسية على الصعيد السياسي، ومنها على الصعيد الاقتصادي، وأيضا على الصعيد الأمني. ابتعاد الشارع العراقي عن الأحزاب التي تنتمي بشكل مباشر مع إيران وميولة إلى اتجاهات أخرى بزيارة تركيا، وهذا يعني هذا دليل قاطع. يعني الشعب يتوجه بمئات الأشخاص يوميا يقفون طوابير للحصول على الفيزا، هذا كله يعكر مزاج وتدبير في العملية السياسية في داخل العراق، يغير من مزاج الناس، يغير من أنماطها. فبالتالي الجمهور هنا تم استهدافه، يعني الهدف في قتل يعني مجموعة من الأبرياء الشباب والأطفال في هذا المصيف هو أيضا له دلالات اقتصادية أيضا، مو فقط سياسية وأمنية. اليوم العراق هو سوق تجاري مفتوح لإيران وتركيا بكل صراحة، وميولات التجار العاملين على توريد البضائع. نعم، هناك ازدواجية بخصوص إيران، يعني لماذا لا تتحرك الحكومة وترد رسميا على الاجتياحات والاعتداءات الإيرانية على مناطق في العراق في الشمال؟ نعم، هذا جانب كلش مهم، هو أريد أوصل يعني حقيقة إلى أنه يعني هنالك التصعيدات للجانب في هذا الجانب، والجانب الآخر لا يوجد تصعيد بهذا المستوى وبهذه السرعة وبهذه الطريقة الشعبوية. هاي توضعنا أمام استفهامات كبيرة. تقديري أنه لا يمكن يعني لتركيا ارتكاب مثل هكذا خطأ، وهو خطأ يعني لا يمكن تركيا تقتل الأبرياء الشباب والأطفال في مصيف وهي فاتحة حدودها أمام العراقيين لاستضافتهم للاصطياف وللسياحة
يعني مئات الأشخاص يوميا. هذا يعني مفهوم يعني يراد لحقيقة وقفة. المصالح التركية في العراق أيضا غير قليلة، يعني لا يمكن تركيا تتصرف بهذه الطريقة وهي لديها علاقات تاريخية على المستوى السياسي والاقتصادي مع الجانب العراقي. مع الأسف المشكلة حقيقة أنا أعتقد هي بالعراق نفسه. المشكلة بالعراق، لأنه العراق هو إلى الآن لا يمكن اعتماد على حكومته بأنها تدار من قبل دولة ذو مؤسسات تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات وعقد الاتفاقيات والتفاهمات مع أي دولة جارة لضبط هذا الحدود. فتحدث هكذا حوادث أكيد. إذن مشاهدينا الكرام، فنتوقف الآن وقفة قصيرة مع هذا التقرير المقروء ثم نعود. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة التي نناقش فيها تداعيات وتطورات مسألة القصف الذي تعرض له مدنيون في شمالي العراق بقضاء زوخو في محافظة توك. أستاذ يوسف، لماذا لا تكون هناك ردة فعل أو احتجاج ضد الحكومة وقواتها الأمنية ممن يحرك هذا الاحتجاجات الآن، ممن يحركها عندما يعني اعتدى حزب العمال الكردستاني المحظور إرهابيا والمصنف إرهابيا عفوا، اعتدى على مدنيين عراقيين وحصل ذلك على مصالح المدنيين في قضاء سنجار، هناك انتهاكات حصلت، فلماذا لم يحدث ذلك والآن أثيرت هذه الضجة برأيك؟ يا سيدي، ربما هنالك الآن أتوقع أن هدفان أساسيان من وراء ما يحدث الآن إذا ما رد أن نحلل القضية. الهدف الأول، هنالك تعافي في العلاقات التركية العراقية، وهنالك من يريد أن يضرب هذا التعافي أو الجهود البناءة لإصلاح العلاقات الدبلوماسية التي كانت مع الأسف لن أقول متردية وإنما كانت مجمدة، ولم يكن هنالك تواصل حقيقي دبلوماسي إيجابي بين البلدين. هنا الآن في ظل تحسن العلاقات، هنالك بوادر لتحسن العلاقات وإعادة الزخم الدبلوماسي والسياسي والتعاون في جميع المجالات، هذا أزعج بعض الفئات، وبالتالي يجب ضرب هذا التقارب وهذا التعاون الإيجابي. هذه نقطة. النقطة الثانية، إصرار وتأكيد تركيا على محاربة الإرهاب بشكل جذري، اقتلاع من جذوره، وهذا أيضا أزعج من هم نسميهم العقل الأكبر الذين يدبروا ويخططوا ويريدوا هذه المنطقة خاصة لهم ولمكتسباتهم ولمصالحهم الإقليمية والعالمية. وبالتالي لابد أن يكون هنالك ضرب هذه الطرفين التركي والعراقي وتشويه صورة تركيا. هذا الإصرار التركي جاء بعد قمة ثلاثية، بعد القمة الثلاثية. نعم.
وايضا تبعات القمه الثلاثيه بان هنالك الاصرار في محاربه الارهاب اينما وجد، لم يكن محددا فقط في سوريا او في داخل تركيا وايضا في العراق، ولا احد يستطيع ان ينكر ان هنالك انفلات امني في العراق، ان هنالك ميليشيات متعددة الأهداف في العراق، ميليشيات إيديولوجية، ميليشيات عرقية، ميليشيات مذهبية، هذا خطر. تركيا لا تعترف إلا بحكومة وحدة وطنية، بحكومة رسمية عراقية وبجيش عراقي منظم. أما الميليشيات المسلحة والإنفلات الأمني والتهديدات من هنا وهناك وأماكن خارج السيطرة السيادة العراقية، ما هذا يا أخي؟ يعني تتكلم داعش، PKK والأذرع المصاحبة لها، ميليشيات إيرانية وحشد شعبي وغيرها، طب هذه عبارة عن كلها انفلات. وبالتالي فقط توجيه اللوم إلى ضد تركيا أيضا هو ليس بالرأي الصائب. تركيا أكدت من خلال، وأعيدها مرة أخرى، من خلال بيان الخارجية الرسمي التركي بأن المعلومات المؤكدة تنفي تماما أن يكون لتركيا دور فيما حصل أو حدث، هذا أولا. ثانيا عزت بالضحايا وأعلنت أسفها، وأعلنت تركيا والخارجية التركية استعدادها لنقل الجرحى إذا ما كان يلزم ذلك لمعالجتهم إلى تركيا. ثالثا التعاون الاستخباراتي والأمني والرسمي والحكومي مع الحكومة العراقية الرسمية والجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادث. أما إطلاق التهم جزافا وعدم وجود أي أدلة وعدم إعطاء أي التعاون ثنائي دولي تتكلم عن اتهام دولة كتركيا في قتل المدنيين، هذا ليس بالأمر السهل. فيجب أن يكون هنالك، وتركيا تأمل من المسؤولين العراقيين والحكومة العراقية ومن يريد أن يعني يتبحر أو يستقصي الحقيقة أن يتعاون مع تركيا وأن لا يكون هو خديعة هذا التجيش الإعلامي المغرض من هنا أو هناك، واتهامات غير مسؤولة من بعض السياسيين داخل العراق وبعض المنظمات التي لديها أجندات أخرى. من هنا أستاذ نوري، هل تعتقد يعني أن السلطات التركية يعني جادة في هذا الموضوع، في موضوع أنه الكشف عن الحقيقة والتعاون مع حكومة بغداد في كشف والمشاركة في هذا التحقيق الأمني؟ الحكومة التركية يعني حقيقة الجانب التركي ليس لديه ما يمنعه من الجدية والشفافية، بالعكس هو يفترض أنه تركيا متحمسة أكثر من أي جهة أخرى عن كشف الحقيقة، لأنه الحقيقة هي تثبت براءة تركيا من الاتهام الصادر من العراق، وكما يتحدث ضيفك أنه صادر من دون أدلة. وبالتالي هي من مصلحة تركيا يكون أكو تحقيق بالجانب التركي ومن الجانب العراقي، هذا حق للدولتين، ويكون تحقيق مشترك، وهذا إيجابي جدا. يعني ليس هذا مبادرة حقيقة، يعني مو فقط يعني جدية، أنا أعتقدها مبادرة أيضا من تركيا لإظهار الحقيقة بأنه تكون التحقيقات هي مشتركة، حتى يكون أكو قناعة حقيقية للطرفين باستنتاج الأدلة. بإمكان تركيا تجري التحقيق وتعلن، تقول هذا التحقيق اللي صار عندنا والنتيجة إحنا ما لنا علاقة وإحنا أبرياء وننفي ما كل التهم التي تلقى علينا وخلص انتهى الموضوع. ولكن استعدادهم للتعاون مع العراق لكشف الحقيقة، هذا جانب مطمئن يفترض أنه يكون للعراق على أنه لماذا لا يستغله العراق الآن؟ نعم، لماذا لا يستغله إذن العراق الآن ويجري تنسيقا وتحقيقا مشتركا بين الجانب التركي والجانب العراقي؟ ما الذي يخشاه من هذا التحقيق؟ ماذا لو يعني مثلا ثبت في هذا التحقيق المشترك إن حصل تورط حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، كيف سيكون موقف الحكومة داخل العراق؟ وشوف بداية يعني عدم تفاعل العراق مع هذا البيان أو مع هذا النفي مع هذا الاستعداد على التحقيق هو دليل انقسام الشأن العراقي. يعني العراق لا يمتلك القرار القادر على، أنا تحدثت بالبداية العراق غير قادر، يعني الحكومة العراقية غير قادرة على يعني اتفاق أو إبرام اتفاق أو معاهدة أو أي شكل من التفاهمات بأي شكل من الأشكال مع أي دولة جارة بسبب الانقسامات الداخلية، وهذا سبب من الأسباب. اثنين، الحقيقة أنه العراق هو ليس لديه الآن خيار غير إجراء التحقيق،
وإجراء التحقيق مع الجانب التركي بالشراكة هو من مصلحة العراق ومصلحة تركيا. والعراق وتركيا لابد من أنه تكون لديهم حقيقة تعاون في هذا المجال، لأنه الضرر في العلاقات التركية العراقية هي ضرر على البلدين. صحيح أنا بالنسبة لي بتقديري يكون على العراق أكثر، ولكن توتر العلاقات ما بين تركيا والعراق هو توتر غير مجدي وللدولتين، يعني الدولتين راح تكون بنهاية المطاف هي الخاسر في هذا المجال، لأنه دولتين جارتين. خصوصا أكو مسألة كلش مهمة، يعني إحنا في ذروة الصيف وفي ذروة الحاجة للمياه، والعراق يعاني من شح مياه، وقبل أيام كانت هنالك أخبار فيها نوع من التشنج ما بين السفير التركي في بغداد ووزير الموارد المائية في العراق، ولكن بعدها تركيا أيضا أعلنت استعدادها بمزيد من الإطلاقات المائية لتوفير أو حاجة العراق من المياه، وهذا جانب ممكن التوقف عنده. إحنا أكثر الروافد المائية التي تدخل للعراق هي من التي يعني شح المياه فيها الحد القطيعة بالكامل. نعم. هنالك أنهر توقفت المياه فيها بالكامل، هي من الجانب الإيراني وليس من الجانب التركي. صحيح. فوين هنا يعني تعكير المزاج العام أو تعكير العلاقات وصفوا هذه العلاقات ما بين التعاون التركي العراقي حول المياه، هذا مو من مصلحة العراق أصلا، وأيضا يصف بمصلحة دول أخرى متخذة من العراق سوق لمنتوجاتها الزراعية والصناعية. يعني نعود عن بالبحث عن المستفيد أستاذ أغلو، ولكن ما يهمنا كما تفضلت أنه يبدو أن المخطط المراد هو إحراج تركيا في هذا في هذه الأزمة، وربما قد تتطور. هنا يأتي الدور الدبلوماسي التركي والسياسي، كيف ستتعامل تركيا مع هذه الأزمة أن تطورت يعني ولم تهدأ في قابل الأيام، ولا سيما في هذه المرحلة المهمة والحرجة؟ تركيا لديها مشكلات عديدة، يعني قضية أوكرانيا، قضية سوريا، وأمور كثيرة. طبعا لابد أن نقول بأن الدولة التركية واضح في المنطقة، تركيا هي لاعب إقليمي متنامي ومهم، وهي صمام أمان في كثير من الملفات الشائكة. رأينا ذلك سواء في موضوع حصار قطر، ثم في موضوع الليبي، والآن في الموضوع السوري، وأيضا في الملف العراقي. تركيا يا سيدي هي الآن في هذه القضية تحديدا، استهداف المدنيين وحادثة الأمس في ما يسمى استهداف الأبرياء في زاخو دهوك. نعم، أبدت الرأيها الرسمي وجاوبت بكل شفافية وبكل تأكيد بأن تركيا تنأى عن نفسها بكل هذه الاتهامات وهذه الادعاءات، ولا قيمة لها لأنها لا تحتوي على أي أدلة حقيقية دابغة، وهذه عبارة عن الهدف هو تشويه والتشويش وضرب العلاقات البينية التركية العراقية. هذا أولا. تركيا ثانيا مستعدة للتعاون لكشف ملابسات هذا الحادث. ثالثا تركيا تقول للحكومة العراقية بأن كلا الدولتين التركية والعراقية معنيتان بالتهديدات الإرهابية الموجودة. صحيح. ويجب التعاون لمحاربة هذه التهديدات، وتركيا نقولها من هنا لن تتراجع عن محاربة التنظيمات الإرهابية، داعش، BYD، YPG، PKK، قصد وغيرها. تؤثر في أمنها، تؤثر على الأمن القومي الإقليمي والأمن القومي التركي، وبالتالي أيضا الأمن القومي العراقي. يعني لا مناص إلا من التعاون المشترك، يجب أن يكون هناك المجاورة وضرب الحديد. أما أتي لسؤالك يا سيدي، تفضل. الآن بالنسبة تركيا هي تنظر من ناحية النقطة مهمة جدا، هنالك من يريد أن يعبث بالمنطقة ويؤثر بشكل أن تعود إلى الوراء وتشويه دور تركيا وشيطنة تركيا. وتركيا تعلم هؤلاء جيدا، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يؤثر. نعلم أن تركيا بصدد واحد القيام بعملية عسكرية في الشمال السوري، والشمال السوري أصبح هو مثل صفيح ساخن تتقاسم عليه الذئاب، والكل يريد أن يأخذ قطعة من هذه الدولة التي فقدت السيادة على حدودها مع تركيا. تم إيجاد كيان اسمه قسد، وهو تغيير رافضة لحزب YPG، وحدات الشعب الكردية، وهي ميليشيات مسلحة تعتبر تركيا أنها إرهابية. وفي لقاء الناتو
تم إدراج الواي بي جي والبي واي دي أنها منظمات إرهابية، واعترفت السويد وفنلندا ودول الناتو بأنها منظمات إرهابية تماما كالبيكاكا وداعش. تريد تركيا حسم هذا الموضوع؟ نعم. وبالتالي الآن الحديث عن عملية عسكرية قريبة ودخول قوات تركيا لمحاربة هؤلاء وهذه المجموعات الإرهابية، من يدعمها؟ من يسلحها لوجستيا واستخباراتيا والعداد والعدة؟ 64 ألف شاحنة محملة بالسلاح سلمت للبي واي دي والواي بي جي يا سيدي في تلك المناطق. يقال لك هذه الأسلحة لمحاربة داعش، من يسلم هذه الأسلحة؟ يسلمها أمريكا. طيب أمريكا، يا أمريكا إذا أردت أن تحارب داعش حقيقة، أيهما أجدى بك وأجدر بك؟ أن تتعاوني مع ثاني أقوى جيش في الناتو وهو تركيا، أم تتعاوني مع ميليشيات مسلحة ليس هدفها هو محاربة داعش بل هدفها هو أن تكون كيان انفصالي إرهابي يستخدم فيما بعد لتقطيع سوريا والعراق وتركيا، وكذلك الأمر مع حزب العمال المصنف إرهابيا داخل العراق أيضا. هي لعبة دولية يا سيدي، إقليمية، هي ليست عبارة عن منظمة بسيطة ميليشيات مسلحة تريد أن تحقق شيء ما، هي عبارة عن وسيلة لتقطيع المقطع وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. تركيا مستهدفة، العراق مستهدف، سوريا مستهدفة، إيران مستهدفة باستخدام العرقية الكردية، باستخدام المذهبية الشيعية السنية، باستخدام كل ما يلزم. هنالك دول تنتظر كالذئاب أن يكون هنالك حروب دائما بالوكالة، إيقاظ هذه الحروب بين أول أزمات سميها لأن نكون حروب، أزمات بين العراق وتركيا، بين تركيا وسوريا، بين العراق وإيران. المستفيد الأكبر هي الدول الأخرى التي تقوم بتقسيم وتجزئة ودعم الحركات الانفصالية وعلى رأسها PKK داعش وغيرها. يا أخي ترامب، ما قال ترامب، قال أوباما هو الذي أوجد داعش. صحيح. نحن قضينا على داعش، إذا انتهت استوانت داعش المشروخة. الآن PKK حزب العمال الكردستاني، كأن حزب العمال الكردستاني هو دولة ضمن دولة. يا أخي هذا ما بأي منطق. تقول لي منظمة إرهابية ثم تدعمه بالسلاح والعداد والعدة. تركيا ستحارب حتى آخر جندي وحتى آخر ميليشيات مسلحة إرهابية، سواء كان في العراق كان في سوريا، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي يتيح ذلك. إذا ما فقدت السيادة، المادة 51 من قانون الأمم المتحدة، إذا ما فقدت السيادة وإذا ما كان هناك تهديد للأمن القومي لدولة جوار، وتركيا مهدد أمنها القومي، هناك عمليات تنطلق من جبال قنديل وتنطلق من, من, من شمال سوريا إلى الداخل التركي، تركيا لن تسكت عن ذلك يا سيدي، وبالتالي تقطع حبل سرتها بيدها. العملية العسكرية التركية قادمة لا محالة، والعمليات العسكرية في شمال العراق لمحاربة داعش ومحاربة PKK ستستمر، ويجب على الحكومة العراقية أن تتعاون مع تركيا. هذا سيخدم عندما تكون هنالك دولة كتركيا قوية تقوم بمحاربة الإرهاب. هذا الإرهاب إذا ما تم القضاء عليه فسيكون هناك أمن واستقرار للشعبين العراقي والتركي. هذا لمصلحة الجميع. لا أفهم لماذا يتم دائما شيطنة الدولة التركية. يتم الشيطنة يا سيدي لأن الدول التي تستفيد من وجود هكذا تنظيمات هي المتضرر الأكبر، وهذا لا يروق لها. هذا ما نريد أن يكون واضحا للأستاذ المتفرج. إذن أستاذ نوري، هل ما حصل في هذه الحادثة الأخيرة هي محاكاة لتفجير المرقدين لأحداث هذه الفتنة؟ ثم كما تحدث الأستاذ يوسف قبل قليل، لماذا لا يكون هناك تنسيق بين الحكومة، حكومة بغداد والحكومة التركية، لإنهاء هذا الموضوع الذي يسبب أزمة، خصوصا أن هناك ميليشيات يعني تتعاون مع حزب العمال المصنف إرهابيا داخل العراق؟ ثم أيضا تحدث أستاذ يوسف عن داعش، ومن الذي أتى بداعش أصلا في عهد المالكي؟ وهناك حتى اعترافات كثيرة حتى من زعماء الميليشيات، مثلا قيس الخزعلي قال في أحد المرات، قال مقتدى قتل 1500 من أتباعه بسبب الخلاف بينهما. إذن كيف يمكن إخماد هذه الفتنة الآن الحاصلة في العراق؟ نعم، هو لابد من الاحتكام للعقل حقيقة يعني، ولابد من التعاون ما بين العراق وتركيا. يعني الحكومة العراقية يجب أن تتعامل بمستوى المسؤولية والتعاون لإجراء التحقيق لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي. وتركيا هي أبدت استعدادها حقيقة بشكل واضح وكبير
بأنه هي مستعدة لإجراء التحقيق المشترك مع العراق لكشف هذه الحقيقة. بالتالي هذا الموضوع يعني يحسم بنتائج هذا التحقيق. المراد له حقيقة يعني ردود الفعل التي جاءت بعد هذا الحادث هو ردود فعل شعبوية ذو أهداف سياسية على الصعيد الداخلي بالنسبة للعراق، وحتى على الصعيد الخارجي بالتعامل في العلاقات مع تركيا. وهذا لا يبتعد أيضا عن أهداف ومفاوضات تشكيل الحكومة العراقية. صرف الانتباه أيضا هذا الحادث جاء حتى بعد التسجيلات الصوتية للمالكي أيضا. نعم بالضبط. يعني هنالك توترات يعني كبيرة في العراق، فبالتالي إخلاق فتن وإشغال الشارع بقضايا من هذا النوع هي أهداف حقيقة مع الأسف. يعني إحنا بألم نتحدث عندما نتحدث عن استغلال مثل هكذا حوادث أليمة على يذهب ضحيتها عراقيين أبرياء أطفال شباب بعمر الورود باستغلالها بهذا الجوانب، ولكن مع يعني مع الأسف نقول العراق اليوم هو هذا الحياة اللي يمر بها. يعني العراق مستباح، العراق مستغل، لا قيمة للأرواح العراقيين بسبب الصراعات السياسية ودفاع ويعني لهث القوى السياسية للحصول على المناصب ومن أجل استغلالها في نهب وثروة البلاد. يعني آخر هم القوى السياسية اليوم اللي موجودة اللي تتصارع من أجل الحصول على مناصب في الحكومة هي سيادة العراق وحماية أبناء العراق ونسج العلاقات المتوازنة مع دول الجوار. آخر هم هذا حقيقة يعني مع الأسف الشديد. وأصبح بالتالي العراق هو فريسة لكل المنظمات الإرهابية التي تنفذ أهداف تخدم أجنداتها في العداء مع دول الجوار أو العداء في حتى داخل الدولة العراقية بذاتها وما بيناتهم كقوة سياسية أيضا كذلك حول الصراعات في تشكيل الحكومة. نحن اليوم في أزمة كبيرة حول تشكيل الحكومة، وهذا المزايدات هي تدفع باتجاه من يحصل على منصب سين أو صاد في الدولة العراقية بتشكيلاتها ضمن العملية السياسية المحاصصاتية المقيتة التي أثبتت فشلها ورفضها من قبل الشارع العراقي بانتفاضة تشرين 2019، وهذا خير دليل على الهشاشة في الوضع العراقي وفشل الإدارة العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية. الآن أستاذ يوسف في الدقيقة الأخيرة، يعني ما مدى نية تركيا الآن لحسب موضوع حزب العمال المصنف إرهابيا داخل العراق بالتوازي؟ يعني تكون هناك يعني عملية لنقل مشتركة لحسب ما يحصل في سوريا من مجموعات إرهابية وفي العراق بحزب العمال المحضور. يا سيدي، قضية حزب العمال الكردستاني هو مشروع إقليمي، بل هو مشروع عالمي مدعوم من قبل قوى خارجية، وهو ليس وليد اللحظة، وهو منذ الثمانينات من العام الفائت. ونحن نعلم أن هنالك كان دائما دعم خارجي، وأوروبا من وراء أوروبا أمريكا كان دائما يسمح لإعطاء الدعم الإعلامي المالي اللوجستي الدبلوماسي السياسي بحجة إعطاء حق تقرير المصير للأكراد، والأكراد بريئون من ذلك. هذه الجماعة الماركسية الشيوعية التي تعتبر حزب العمال الكردستاني ورئيسها عبد الله أوجلان الذي الآن هو يقبع في السجن المؤبد في تركيا هي الآن المعول الذي يخطط له لتخريب العلاقات البينية بين الدول الجوار، وأعني هنا كل من تركيا العراق تركيا وسوريا وإيران. تركيا يا سيدي عازمة بكل إطلاق، وهي منذ مجيء حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان وإلى الآن الهدف الرئيسي هو محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله أينما وجد. وهذا التصريح كان تم إعادته
أمس، وبالتالي ستستمر العملية العسكرية سيدي إذا ما لزمت في شمال العراق، وستستمر في شمال سوريا، وستستمر داخل تركيا لاجتثاث هؤلاء. لا يمكن السماح ولا أي دولة في العالم صحيح. أن يكون هناك ميليشيات مسلحة وتهدد الأمن القومي داخليا وتهدد أمن الجوار خارجيا وتنتهك السيادة ثم تترك. يجب أن يكون هنالك إعطاء الأمن والأمان والاستقرار للشعب الداخلي في تركيا ولشعوب الجوار دول الجوار في المنطقة، ويجب التعاون مع تركيا من قبل الحكومات لهذه الدول المجاورة وعلى رأسها حكومة العراق. إذن كاتب المحلل السياسي التركي يوسف كاتبولو، شكرا جزيلا لكم أستاذ يوسف، حياكم الله. والشكر موصول أيضا لك عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول أستاذ نوري حمدان، شكرا جزيلا لك، حياكم الله. شكرا جزيلا، حياكم الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لهذه المتابعة، وإلى اللقاء.